السلام عليكم. دبردان، أنا هدى جلال، في عمري 43 سنة، من الجزائر. منذ الصغر أعاني من استرابيزم، فعندما رجعت الدكاترة قالوا لي أنه من المحال إجراء العملية لأنها سوف ترجع لك، ولكن عند تفحص الإنترنت وأنا بالجزائر فوجدت أن هناك أكبر مستشفى جراحة العيون في صربيا، زفيتي فيد، فأردت أن أزوره. وحين زيارتي إلى صربيا قمت بمراجعة الطبيب في زفيتي فيد، فقال لي يجب أن تخضعي لعملية استرابيزم. الحمد لله قاموا بي وأجريت العملية وأنا في أحسن حال، وهذه النتيجة أمامكم بعد 3 أشهر. إنه أكبر مستشفى في أوروبا من حيث الأطباء ومن حيث الدكاترة، والحمد لله قاموا بي واعتنوا بي، وألف شكر وتقدير لزفيتي فيد.